بنافي خدايا ما اظن دلوفان بيخوش حالي نجرى قدي تري هاتين خزمات هواين ريزدار بو بيشكش كرنا دوماهيك برنامج بريكونا جبال كرنا صورتا الكهف بناران اگر خود حسكت افشاوة دا دوماهيك برنامج وام دي بيشكش كين واگر خود حسكت شفا بيشن بشف دي اول تخوايت ايكي و دو سيه دي جوان ده باش دربويا دس نشان كين خدا مازن قرآن بيروزاد بيش دو في ذلك فليتنافس المتنافسون قبل ابو في امنافسد جل اكدو بكين راستي جي هر ده بشك دارد مفيد كو چون قناع دو ماهي هر چند زيراكن و اگر خود حس كت شوا بشن بدا دي ديار كين كاكيش كي جوان هر دها در كاتيا و دخواز و سركفتن بو هميات خوازين اوش بدي كان در كاتين و اوش مانگل مجي دا دخواز سركفتن بو هميات خوازين نوكاشي دي كرم كين گل باش دار بويت خواه بلا كرم كين عليكم السلام ورحمة الله خير هاتي داود بصير رأيك يا ثا بستودو سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صحة خشبة صحة خشبة سؤال دويش آياتا تشلو الشاشة دعوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صحة خوش آيات دم هيك بسيرة دم هيك آيات هشتي وششة سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما صحة خوش عمر دريش بإن شاء الله تعالى بركاته خير هذا الدوات سهل جوات دونر كرنك دونر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سهل جوات دونر
خيرات دانر خيرات دانر بيجيك بخو نزنك بيجيك تمام ايه طب استبينج سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغوثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صحت خوش سيارة دوي دونر آيات تشلو دوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صحة. ما شاء الله. صحة تخش. آية دمائك آية هشتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صحة خوش. صحة عمل دريش الله خيرا. كود عملت دريش كيد كود خيرا دايما بتجيب إن شاء الله. خيرا دي. زينب أنور بلا كرم كيد. خوشك زينب كرم كيد. خويا كيف حالك بشير خشكو زينب باشو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا طبي استاذ خير هذا خشكو زينب. دس بيبكي
سيرايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا بل صحتك خش جزاك الله خيرا آيات دمائك آيات هاشتودين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا جزاك الله خيرا شكرا على خير تبسطي إن شاء الله بهرة طيبة للرسته خير هذا خشكا زينب خشكا عزيز خير وصحبة عبد الله هشام كرمك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بو ورقة كيف هالبجير أدرسنا هاي صحة خوش خيرات إبراهيم عبد الله دشواري خيرات وخير الصلاة سؤالك سؤالك آيات هجد سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم
مسجدا صحت اخوان سوره دويش ايات 45 كوك عبد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شاء الله صحتك سؤال دمويك آية 95 سيدي العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما مكني فيه ربي خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا بلي صحتة خوش سيدي عبد الله قال لك قال لك قال جزاك الله خيرا قال لك خير التبي بغرنكت قال لك خيراتي خشكا هنا إيك شوية كربين البوشة يا الله عندي دورك منافسة شديدة هلا والله سيدة دمائي بشك دار أجي إن شاء الله تعالى سيدة إن شاء الله همي سر كفتينا سيدة إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله بيش كايدي هربارة بيش كايدي بيش كايدي راح بلا بخيراتي خشكة هنا خير دار قلب بخيراتي سؤال ايكي خيراتي خشكة هنا سيدة آياتا چوردي چوردي بله كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم
من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سعادتك خش ما شاء الله جلا جلا يبوش بجلك وجلك. سؤال دوي آيات تشلو حفته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا بلي الصحابة تخوش بارك الله فيك خدمة شخيرة تدبي بهرناك مجد عطاش بيناك الصحابة تخوش خشكا هنا جزاك الله خيرا إن شاء الله بله خوشکو برای قدر گرانه مهاتی نه دو ماهی که خدا که خواه و دو ماهی قناق جبریکانه مه بریکانه جبرکرنه صورت الگهف هجه هم بیره ولی هم دیبینیم که بریکانی هادی هر خستن جدای دزگه قدم ینزان سیم قرآن پفکاری دیگر کانال خابیر تیوی دیگر ماموستا و ریوبر مه ماموستا فواد عدی و هر واسه خوشکمه ماموستا منتها مل شفیق هجیم بیش نه و روز پنجم بی انشالله و تعالا دم جمیر دهی شویب شوازه که زندی انشالله و تعالا امده سرگفتی تفی بریکانه هر بچرین سیدا عزیز. بله. اگر هوا جدی شده که بیتان سیدا دماغ قناغ و دماغ خدا که هم کردی سیدا چون که هر برنامه ما که بچرین دم دفعت نادت وقتی ما بدم آیا بس دبیر وای نیکر خدا حس که طبعا سرکفتی دهن بس وان ده که کی دو بیه یکی و دویسی چون که دیاری تو انجام نه اما شیه چاره حتی ده وانجی دیاری تو خواهد هنچ برند که خدا حس کرد حتی پنجشنبه ببینن جوان ما بو بلافکر نه دیاریه حتی وقتی ببینن بنتوفدي يا خديفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.